السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الابرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على الناس اللي تقول لك باللي غادي يلعبوا في ملعب تاع ملعب اللي يسبب مشاكل للمنتخب الوطني الجزائري. ما كان لا ملعب يسبب مشاكل للمنتخب الوطني لا وين. وين قال لك العوده الى الكابوس يعني غادي نلعبوا في جابوما. قضيه تاع الرجال اللي راه يقول لك باللي ملعب كي والو يروح يشوف المباراه تاع كونتر كوت ديفوار. مين لعبنا كونتر كوت ديفوار؟ على كوت ديفوار لعبت كرات قصيره بينيه وسريعه، وحنا ما لعبناهاش، لعبنا لعب تاع لي زونغلي تاع لي زاني الستينات والسبعينات. علاه حنا لعبنا هذيك الخطه لعب عشوائي، وعلاه كوت ديفوار طبقت خطه نورمال والبوله دور وكلش كيفاه. علاه كوربا حنا كنا نسمعوا الملعب والتيره، كنا نسمعوا كاع كلام واحد اخر، كان لا ملعب لا والو، ما كان لا ملعب لا والو. ملعب نقول لكم سيرا فيكتوار على الاقل ماتشني، على الاقل ماتشني اخويا. ما تزيروش، ما تكتلوش اعماركم باش نجيبوا الربحه. يا ودي كتلوا اعماركم غير باش ما تخسروش، هذا مكان، وكتلوا اعماركم باش ما تخسروش. وين كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الجمعة 18 فبراير بصورة رسمية عن موعد ومكان مواجهة المزدوجة للمنتخب الجزائري ضد الكاميرون في الدور الفاصل من تصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر، بعد الجدال يعني الكبيرين الذين صاحب برنامج وضع سلف للمباراتين المرتقبتين. وقلنا لكم غادي يلعبوا في جابوما، قلنا لكم بلي غادي يلعبوا في جابوما. انتوما برك زايدين فيها وصعيب، وما احنا هذا الملعب تاع جابوما، احنا كنا كي والو نحصل في الملعب. ملعب لعب لي انا ديفونس، استاد لعب ديفونس. استاد كان قاضب بونجاح وقاضب سليماني ما مركاوش. استاد لعب لنا ميليو تيرا مركاونا، لازم نعاودو نولو للواقع. كيف الناس تعرف كرة تعرف بولا بطل تحصل لي في استاد؟ لازم نولو للواقع. كيف تحصل في استاد؟ علاش تحصل في استاد؟ والله ما نزاهمين، علاه محصلين في استاد؟ علاه محصلين في استاد؟ علاه؟ علاه ماشي باغيين تهضرو صاحب اللي كنا كي والو؟ كاميرون في الدورة تاع كاميرون بريمي تور كنا كي والو، ماشي كنا كي والو، بغاو يولو كي والو. خاص دارو بومبا، وديك البومبا طرقت عليهم، دارو بومبا يعني بسطاب تكنيك. بعض اللعابة لعابة معروفين وعلى راسهم اللي راه يخرج فاس ويقيسها برا مارسي مارتي. لعابة كاين لعابة ولي دارو بومبا بصح طرقت عليهم، ما طرقتش على الشاف الدين عمارة. هذه هي هضروا الصحاب باغي نتوما. كيف تبهدلوا الجزائر؟ علاه بهدلتوا الجزائر؟ على جال كاس افريقيا تبقى واحدة برك، تنحسب على فتي ما تنحسب، ما كاش واحد. كيفاش رئيس الاتحادية يدي كاس العرب ويزيد يدي كاس العرب كاس افريقيا ويزيد يكالي في كوب ديمون؟ ناس ما بغاتش كيما هكا، ومن داخل الفريق من لاعبين المنتخب الوطني وسطاف تكنيك مخدومة. شوف اليوم كيفاش راه يجري ساعة لحقها مع ابو الفوضي، ساعة الفوضي قال لك انا نجي انايا بلادي وكلش، بصح انا ما تبلعش بيا ترو، ما تبلعش بيا تقبى، انا نجي نكاليفيك، نجي نلعب نكاليفيك. قالها لك كيما هكا، لحقت معاه ساعة هدرة، كاين هو وكاين بن طالب. جيش انايا اليوم تغلطنا على باليش، كاين المكالمة راهينا وكلش كاين، كيما راني درت لكم تاع مع ادم والناس، كاش كاع مشكل كاين كلش.
ونشر الاتحاد كرة القدم الجزائرية بيان على موقعه الرسمي مساء يوم الجمعة جاء فيها وانكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن موعد مباريات الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم والتي ستجري في مارس. موعد المباراة الجزائر والكاميرون في الدور الفاصل في تصفيات إفريقية مؤهلة إلى مونديال قطر. وجاء بالبيان أن مباراة الذهاب بين الكاميرون والجزائر ستقام يوم 25 مارس المقبل على أرضية الملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية انطلاق من الساعة 5 مساء الساعة هما عندهم 5 الساعة 5 مساء 6 مساء بتوقيت الجزائر 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة. أما اللقاء العودة فسيجري يوم 29 مارس على الملعب الشهيد مصطفى تشاكال بالبوليدة للجزائر انطلاق على الساعة 8:30 مساء بتوقيت الجزائر 10:30 ليلا بتوقيت مكة المكرمة بحسب ما أعلن عنه الاتحاد الجزائري لكرة القدم. وجاء ترسيم الاتحاد الدولي لكرة القدم لموعد ومكان مباراة الجزائر والكاميرون لينهي الجدال القائم بخصوص الفرق الزمني الفاصل بين مباراة الذهاب والإياب والملعب الذي سيحتضن لقاء الذهاب في الكاميرون بعد أن اختار اتحاد كاميروني ستاد جابوما الذي يشكل كابوس للخوض وعنوان إخفاقهم في نهائيات كأس أمم إفريقيا بحد وصف المراقبين. يعني ما كاش من هذه شوف الناس اللي يقول لك من هذا سبايب هذا سبايب شوف الملعب غادي يتلعب ستاد غادي يلعب الفردي غادي تلعب الى اللاعبين باغيين كوب دي مون شوف كيفاش اللعب غادي يلعبوا روحوا شوفوا كيفاش اللعب غادي يلعبوا فما كتبان شتا صرا وشتا دارو الناس تجري على الكوب دي مون الناس خايفه ولا تجري على الكوب دي مون خصب له سهله خصب لك باللي لي جافريكا غادي يقول لك بالماضي هضرت في 2019 بغيت نروح كوب دي مون بغيت نجيب كوب دي مون ايا ايا روح فوت ايا روح فوت خسرتها كيما قلتيا خصب لك سهله قلنا لك يا ودي غادي ما تيماش نفرشها بالورد انت خصب لك هكا يا نورمال باين نروح نجيب كوب دي مون يا ودي وين تجيبها لازم تجيب اللعابه باش تهضر على كوب دي مون انا نقول لك انت داير العجايز يلعبوا وباغي تجيب كوب دي مون غير هاك غير بالهضره تعطيك خطره 2019 صايك تعطيك خطره في 2019 طاتها لك خطرة كلمة كانوا الملائكة يكتبوا هدرتها انكتبت بصح الزوجة الملائكة ما كان سبحان الله هاو انت قارع غير الملائكة وي هاو مالك قارع شوية خدم وعاد راح كتب الوحدة عند الطالب قالو من بعد عاود ولا عند الطالب قالو مشي تشوف فيا قالو زغد شوية قالو انا درت لك كتاب انت زغد غمز بست تبعها شوية زغد هاو انت قاعد في بلاصتك وباغي تجي عندك هما قال لي طالب قال لك واحد راح عند طالب قال له اني راني نبغي وحده باين نكتب لها طالب كتب لها قعد واحد الشهر ديك الطفله قال ما تشوفش فيه راه عند عاود ولا عند الطالب قال له يا ودي قال له ذاك الكتاب اللي درتو لي الطفله قال مشي او قال له باغي انت باغي تجي عندك مشي موراها بكر لها تعب شويه عرق اغمز عيط لها مشي معاها شويه دبر راسك انت باغي كيما هكا قاعد في قطر لي ستاد وما تدخل لهمش وباغي تكالي في كوب دي مون ليها طلقت ها راهو يلعب بالفوضي كثر خير زبزير قالك واه انا نجي تاع كي نجي انا بي. انا ما انا انا مشي انا نقعد ابو الطوش يلعب كاش من هادي كاع قالك مشي من تخسر بربعة تخسر بثلاثة ولا في الكاميرون ما تلعبناش تلعبنا في البليده باش الناس تعايرنا قالك هذه لا قالك لعبني الي روتور وانا نكاليفيك. وقد نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل ايام رزنامة مواجهة الدور الفاصل من تصفيات افريقية مؤهلة لمونديال قطر قبل ان يتراجع عنها ويحذفها من موقعه الرسمي. وتضمنت رزمانة خبز مباراة الذهاب بين الكاميرون والجزائر على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية
يوم 26 مارس قبل أن يتغير برنامج المباراة بموجب طلب رسمي قدمه الاتحاد الكاميروني لكرة القدم. من لكم؟ قلت لكم سهلة ولا أنت كعسل بالكم حاسبين بلي غادي يدير لكم حاجة اللي كنتو ماكم باغيينها. كيما نتايا غادي تجيبه تلعبه على 8:30 هو يلعبك هو الوقت هذاك غادي بالك الوقت ويزيدوا يخربوا فيه غادي ما تلعبش على 5 يلعبك على 2 شاك حاسب تيه.